تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. إذن قبل ما نعرفكم بأرقام التواصل معنا مستمعينا، نرحب بفريق عمل البرنامج معنا في الإعداد اليوم الأخ يوسف سعد، وفي التنسيق معانا ميرا الغفلي. صبحت الله بالخير ميرا، وكل الشكر لمخرجنا المبدع أيمن سرحيل. وأرقام التواصل معانا بتخبركم عنها الدكتورة ميسون الشعالي. صباح الخير دكتورة. صباح الورد محمود، أحب أصبح المستمعين، صباحكم رضا من الرحمن. أرقام التواصل ويانا 600-55-1414، والرسائل النصية على 4006 4006. إذن اللي عنده أي استفسار، عنده أي ملاحظة، عنده أي اقتراح، عنده أي شغلة ممكن تساعد إن نحن نطور خدماتنا اللي نقدمها في هيئة الصحة عبر مستشفياتنا الأربعة أو مراكزنا التخصصية أو مراكز الرعاية الصحية الأولية، يتواصل معنا عبر المسج ولا الاتصال. هذا من جهة. من جهة ثانية مستمعينا، يعني خلونا ننتقل معاكم إلى فقرتنا التوعوية التغذوية، وبعدين إن شاء الله إذا كان عندنا وقت بقرأ لكم دراسة خاصة عن غفوة بعد الغفوة الظهيرة هذه اللي ممكن أنها تساعد على فقدان الوزن. ولكن خلونا نسمع معانا الأخت هنادي الغبيش بتحدثنا عن فقر الدم عند الأطفال. صباح الخير أستاذة هنادي. صباح النور يا هلا أخ أحمد. بداية رح نتكلم اليوم عن فقر الدم الغذائي، وهو من أكثر أنواع فقر الدم شيوعا عند الأطفال، ويحدث غالبا بعد سن 6 أشهر من عمر الطفل، حيث بداية يعتمد الطفل على مخزون الحديد الموجود في حليب الأم في 6 أشهر الأولى، وبعدها يأخذ الحديد من أطعمة الفطام. لذا عندما يبدأ الطفل بتناول أغذية الفطام يجب على الأم التركيز على نوعية الغذاء المعطى للطفل، بحيث تكون غذاء متوازن يحتوي على كميات كافية من جميع العناصر الغذائية وعلى أخص الحديد. هلأ نتطرق لأسباب فقر الدم. ممكن يكون سبب فقر الدم عدم تناول كميات كافية من الحديد بسبب اللي هو أخطاء شائعة أثناء تناول أغذية الفطام. قد يكون أيضا سوء في امتصاص الحديد نتيجة وجود جرثومة معينة في المعدة، أو نتيجة مرض معين عند الطفل، مثلا مثل تحسس من الجلوتين أو القمح، هذا يسبب كمان إلى فقر الدم. وأيضا فقدان الدم قد يسبب أيضا إلى فقر الدم. هلأ نيجي لأعراض فقر الدم. قد يعاني الطفل المصاب بفقر الدم شحوب لون البشرة، بنلاحظ إنه لون البشرة شاحبة مصفرة، يشعر بالتعب السريع مجرد قيامه بمجهود أو لعب حتى بسيط مقارنة مع الأطفال في عمره، زيادة في ضربات القلب، الميول إلى تناول أشياء غريبة، ممكن يأكل الطفل التراب أو معجون الأسنان وما إلى ذلك. هلأ من إذا لم يتم معالجة فقر الدم عند الأطفال يؤدي ذلك إلى ضعف نمو الطفل، ملاحظ إنه ما بنمو مثله مثل بقية أقرانه في نفس العمر من حيث الطول والوزن، يؤثر أيضا على تركيز الطفل ونشاطه، ما لا يستطيع اللعب فترات طويلة، بشعر بالتعب بسرعة، وأيضا تحصيله العلمي ما بيكون تحصيله العلمي جيد، وأيضا يؤثر على شهية الطفل، يعاني من ضعف في الشهية،
يعني الأم بتعاني لما عند إطعام الطفل وجبته، بياخذ فترات طويلة لإنهاء وجبته، وكمان بيختار أكلات معينة، هو بيكون يعني انتقائي في أطعمته، هذا كله بسبب فقر أو ضعف الدم. هلا نتكلم عن طرق علاج فقر الدم. أولا، إذا كان فقر الدم شديد، التغذية المتوازنة لا تكفي لعلاج فقر الدم، بالتالي قد يحتاج الطفل إلى تناول علاجات مثل الأدوية، حبوب، ممكن يحتاج إلى حبوب حديد أو اللي هو السائل الحديد السيرب، بالإضافة إلى الأغذية. الأغذية قد تكون مدعم لتحسين مستوى الهيموغلوبين في عند الطفل. التركيز على الأغذية الغنية بالحديد مثل البروتينات الحيوانية والنباتية مثل الدجاج، اللحوم، الأسماك، وعلى الأخص اللحوم لأن مستوى الحديد فيها جدا عالي، أعلى من الأسماك والدواجن. الاهتمام أيضا بالخضروات الورقية الخضراء والبقوليات مثل اللي هي البروتينات النباتية مثل الحمص، الفول، العدس، الأوراق الورقية الخضراء مثل السبانخ، البروكلي، ورق العنب، الجرجير، الملوخية، وأيضا تناول الحمضيات واستخدام الليمون على الوجبات لمساعدة في امتصاص الحديد، على الأخص إذا كان الوجبة تحتوي على البروتينات النباتية حتى تساعد على امتصاص القدر كافي من الحديد. وأيضا الحد من تناول الحليب، في بعض الأطفال بتناولوا كميات جدا عالية من حليب البقر، بالتالي بتصد نفسهم عن تناول الوجبة الأساسية اللي تحتوي على كمية عالية من الحديد، وبالتالي قد يصابون بفقر الدم بسبب تناولهم كميات كافية أو عالية من الحليب أكثر من احتياجاتهم. التركيز كمان على الوجبات السريعة ذات المحتوى اللي هو تقريبا يعني لا يوجد فيها عناصر غذائية كافية، بالتالي بتحل أيضا مكان العناصر المتوازنة ذات المحتوى الغذائي العالي من الحديد والعناصر الأخرى. جميل، نحن شاكرين لك أستاذة هنادي حسني الغبيش، أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، على هذه المعلومات القيمة، وإن شاء الله يا رب يعني نتمنى من جميع أولياء الأمور يعني الاهتمام بتغذية أبنائهم بالشكل السليم. شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. شكرا. طيب ناخذ أبو حمدان قبل أن نطلع فاصل. دكتورة أبو حمدان، السلام عليكم. أبو حمدان، هلا معك ماجد. هلا هلا، تفضل تفضل أخوي. السلام عليكم. يا هلا، تفضل يا سيدي. أخوي أحمد ولا أنا غلطان يعني؟ محمود. الله يسلمك. تفضل أبو حمدان. أنا ما أحب يعني اللي يذكرني من يوم أنا صغير، محمود، يوسف، علي، كله يمشي. تفضل يا سيدي. الله يباركك، الله يحفظك، الله يسلمك إن شاء الله. شيخ، أول شيء أخب عليك بالخير على أخواني المستمعين. بس أنا عندي ملاحظة جدا، ما أعرف هي كانت سابقا موجودة، بخصوص المولود الجديد المواطن. قبل سابقا كان المستشفيات عامة في الإمارة، في إمارة الشارقة، كان يعالجون الأطفال العمارة، يعني مولود جديد توا، كان لمدة شهر يعالجون على بطاقة الأم. فحاليا الحين صدر قرار، ما أعرف حسب كلام الإخوان اللي في العيادات الخارجية اللي راجعناهم، قالوا لنا والله ما يستوي، لازم تطلعوا له بطاقة صحية. لذا أخوانا ما في مشكلة، لأن البطاقة هذه تأخذ له وقت تسجيل، استخراج شهادة ميلاد، والولد يعني من أول ما ولد كان شوية في عنده بعيد الشر عنكم، في كان في عنده مشكلة في الفتش يعني. قلت له أخوي محمود يعني سامحني جزاك الله خير، بعد لو حد من الدكاترة يسمعنا أو شيء، أنا عندي طفل توي مولود جديد، عنده صار مثل مش ما أعرف والله كيف يفسرون الدكاترة، هي مثل تشنجات أو إن صار له ضغط على الفتش اليمين، فلما تصيح الفتش يأخذ على اليمين، جهة اليمين شوي. قالوا له محتاج علاج طبيعي. لجانا كذا مستشفى، كل حد يقولنا دكتور شيء، يقولنا حالة، يقول لا محتاج كذا. مريت شيء من مستشفيات هيئة الصحة لطيفة ولا؟ أنا والله حاليا أكلمك تبسط يعني
يعني من الشارجة الحين تونا يعني في مستشفى لطيفة يعني. جميل جميل. أتمنى إخواني إن يسمعوني يعني، مع إن تو والله يعني تصدق الحين يعني جات إن مستشفى لطيفة. لحظة. يعني أكلمك والله أنا في. يعني لحظة أبو حمدان، ميرا عندك تليفون أبو حمدان؟ أوكي سجلي باخذه عندك بعد بعد الحلقة. تفضل أبو حمدان سامحني. الله يسلمك يا حوالديك. فهذه والشغلة الثانية الله يسلمك بعد يعني محتاجين حد يقدر في يعني ينصحنا بخصوص التصبغات اللي في الوجه عند الكبار يعني. ممتاز. تصبغات مثلا، لأن حد قال لازم ليزر، حد قال يعني لازم تسوي تغشية في الوجه حسب أن هذا، فمشكلة يعني نبغي حد زاهم الله خير يعني إخوانا الدكاترة الله يعطيهم العافية ووفقهم يا رب، اللي يرشدنا بس الطريق الصحيح. حاضر. نسب العلاج لهالشيء يعني الصبغات قامت تزيد، يعني كانت شيء بسيطه قامت تزيد يعني. شوفوا في كل الاحوال يعني حتى لو يبنى اي دكتور لازم يشوف الشخص بالضبط ويعطيه يعطيه ال ال الوصف. والله صبغات المراه ولا للرجل؟ يوصف لي الاخ دكتور الحمادي عفوا انور الحمادي. دكتور انور الحمادي. انور الحمادي ما شاء الله يعني كل حد يقول ما شاء الله روح عنده، لكن ان شاء الله نتمنى يعني مر عليه مركز الصفا موجود وبيستقبلك يعني، بس مر اذا عندك انت البطاقه صح مو مشكله. انا بعد اللي هو بخلي الجماعه يرتبوا لك الشغلتين، موعد مع دكتور انور في نفس الوقت بنشوف موضوع التامين الصحي مال الاطفال. بطاقه التامين واتكلم عن البطاقه. لان بس ابغي اسال هني ابو حمدان، الولد مولود في دبي؟ في الشارجه مولوده. في الشارجه. طيب انا في الشارجه ما اعرف شو النظام اللي موجود عندهم، ولكن بخليهم يتصلون فيك من دبي بالنسبه لي المتابعات الصحيه بالنسبه لهذا الموضوع. ايضا بستفسر عنها، لان على حد علمي ان بطاقه الهويه والتامين وكذا كل شيء يطلع معاه قبل يطلع المولود من المستشفى عندنا في هيئه الصحه، انا هذا اللي اعرفه. لا في الشارجه. في الشارجه يعطونك تبليغ ولاده بالضبط. وتروح تراجع. انا طلعت الحمد لله، طلعت الجواز حاليا اكلمك أيه. وطلعت ضفته في الهويه يعني، ورحت سجلته في وزاره الصحه. صحيح. قالوا لنا الحين النظام الجديد اعتقد على الهويه. اي ترى هو التامين يطلع على الهويه. هني أيه. هني ايمن يقول لي انا لما يعني الله رزقني بنوح هذا هذيك الايام قبل كم سنه، الحين قبل سنه اي قبل سنة، يقول إن في دبي الحرمة ولدت وكانت على كان نوح على بطاقة الحرمة اللي ما طلعناه للتأمين. لكن إيه بس بعد ما نتابع الموضوع ما نشوف شو اللي والله صحيح. كل شيء موجود حاليا. يوم الخميس الحمد لله طلعت استخرجت الجواز سفر وضفته في الهوية، قالوا تقدر تعالج يعني بالهوية جزاهم الله خير بعد أحسنت. إخواننا في صح. في مستشفى الغاصبي في التسجيل الصحي قالوا لنا خلاص يعني ما في داعي. تبغى الصراحة أنا ما عندي بطاقة تأمين، أنا عندي أتعالج على الهوية يعني بطاقة الهوية هي هذه بطاقة التأمين مالتي. عموما أبو حمدان بخليهم يتواصلون معاك على طول بعد الهواء، إذا مو بالحين حتى كذلك بخبرهم على أساس أنه أنا بس عندي طلب صغير. جزاك الله خير يعني ما عليك إمارة الله يبارك فيك. يعني أنا حاليا في مستشفى لطيفة، لو حد يعني يرشدون له دكتور ما شاء الله معروفين بمستشفى خليفة لطيفة. حاضر. ما شاء الله تبارك الله. ميرة حطي الحين رقم أبو حمدان، خلي يتصلون فيه ضروري الحين. زين تامر يا ابو حمدان جزاك الله خير. الله يخليك. جزاك الله خير. الله يوفقك مبارك. الله يحفظك. مرحبا. طيب نحن طولنا سامحنا ما نطلع فاصل، بعد الفاصل سامحينا دكتور دائما اقول البرنامج اذا حد يتصل فينا الاولويه له، حتى ضيوفنا اصلا يقدرون ان البرنامج هو اصلا للجمهور وللناس، فاي حد عنده ملاحظه عنده اي شيء نحن نحب نعطيه فرصته قدر الامكان، لكن يتصلون فينا من البدايه مثل ابو حمدان ما نعطيه فرصه اكبر. اللي يتصل عقب شو اسمه ما اقدر اساعده وايد. عموما لان الوقت البرنامج يخلص، فاصل وراجعين. صحه وسعاده. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. حياك الله أختي شذا.
دكتورة شهد. نعم. طيب. أعلنت دكتورة هيئة الصحة بدبي مؤخرا عن استعانتها بمجموعة من الأجهزة والوسائل الطبية الذكية فائقة المستوى اللي يتم توظيفها في منشآت الهيئة خلال المرحلة المقبلة. طبعا هذه المسألة كانت لخدمة المرضى. الهيئة لفتت أن الأجهزة تعد هي الأفضل والأحدث عالميا في مجال الأشعة وجراحات الدماغ والعمود الفقري وفحوصات الدم لدى النساء الحوامل والأجنة وفحوصات المؤشرات الحيوية والدقيقة. طبعا الهيئة أوضحت أنها توصلت لهذه الأجهزة من خلال الدورة الخامسة لمسرعات دبي المستقبل، حيث تم الاتفاق بينها وبين مجموعة من كبرى الشركات الرائدة عالميا في صناعة وإنتاج التجهيزات الطبية الذكية ووسائل الفحوصات المتطورة. نحن معانا مثل ما قالت دكتورة ميسون، دكتورة شذى العجلة، عضو فريق مسرعات المستقبل في الهيئة. صباحك الله بالخير دكتورة. صباحكم الله بالنور. أهلا وسهلا. حبيبتي دكتورة شذى، لو سمحتي بس تخبرينا نبذة عن الدورة الخامسة للمسرعات. إن شاء الله. الدورة الخامسة طبعا هذه تعتبر خامس دورة أيضا لمشاركة هيئة الصحة في برنامج مسرعات دبي المستقبل. هذا البرنامج يعتبر برنامج حيوي يعني للجهات الحكومية في دبي، والهيئة كانت مشاركة من الدورة الأولى. أيوة. اللي كانت قبل سنتين تقريبا. بالنسبة للدورة الخامسة احنا كالعادة نستضيف تقريبا 4 شركات على الأقل. أيوة. الشركات هذه كلها تم انتقائها يعني ببروسس طويل، يعني بروسس منظم. وطبعا هي تقدم مئات الشركات أصلا على هذا البرنامج، وإحنا طبعا نعمل مقابلة تقريبا 10 شركات هذه. بعد المقابلات هذه الانترفيوز يعني تكون انترفيوز يعني فيس تو فيس. فبعدها يتم انتقاء 4 شركات تقريبا الى 5 من بين مئات الشركات اللي كانت مقدمة. فيعني عشان شيء يقول لك انه يتم انتقائها بشكل دقيق يعني. طيب. وبعد ايضا في الانتقاء يشارك ويانا الاطباء والمختصين وقادة البرامج والمبادرات في هيئة الصحة. نعم. فهذا الشيء يعطي أيضا قوة لشركات المشاركة معنا. ممتاز دكتورة. نحن تعودنا في الدورات السابقة أن هيئة الصحة دائما ما تكون ضمن الهيئات المميزة في تطبيق هذه التقنيات اللي تسعى إلى من خلالها أو تتفق من خلالها مع الشركات في مسرعات المستقبل. نحن شفنا الكثير من التقنيات الآن هي موجودة عندنا في عياداتنا، موجودة عندنا في مستشفياتنا، وقاعدين نمارسها طبيا يعني في علاج الناس. السنة هذه عندكم أنت مثل ما ذكرتي اجتمعتوا كذا، فنبغي نتكلم عن مجموعة التقنيات الجديدة اللي تم الاستحواذ عليها. إن شاء الله. بالنسبة للتقنيات الجديدة احنا عندنا مثل ما ذكرت يعني أبرز الأجهزة وأحدثها في مثلا في جراحة العمود الفقري. عندنا جهاز اللي هو جهاز الملاحة الجراحية. أيوة. هذا الجهاز الله يسلمك يساعد على تحديد الهدف بالنسبة للجراح، سواء كانت جراحة في الدماغ أو في العمود الفقري، يساعد الجراح على تحديد الهدف بسهولة وبدقة عالية. فهذا الشيء يزيد طبعا من دقة العملية هذه. كيف يساعد الجراح على العملية؟ كيف بس ممكن يحدد الموقع العملية؟ يعني هل هو سكان تصوير ولا كيف يعني يحدد موقع العملية؟ أيوة، في طريقتين. في طريقة اللي هي عن طريق سنسرات حساسات تكون مرتبطة بالمريض وبالجهاز هذا، فهو يعمل مثل جايد يعني أو يقود يعني نافيجيشن يسوي أو ملاحة الجراح، بحيث أنه يدخل بالضبط على الهدف بدون ما لا سمح الله مثلا يمس العمود الحبل الشوكي أو يصير أي أذى يعني أو شلل لا سمح الله حق المريض. جميل جدا. شو بعد من تقنيات دكتورة شذى؟ أيضا بالنسبة للتقنيات الثانية عندنا شركة اللي هي شركة بروكسيمي. الشركة هذه عندها منصة تعتمد على الـ Augmented Reality أو الواقع المعزز. الواقع الافتراضي. أيوة. الفائدة من هذه التقنية أنه ممكن الجراح يشارك في العملية عن بعد.
أو ممكن لأي أخصائي أنه يساعد في العملية هذه وهو في مكان ثاني مو موجود في غرفة العمليات. يعني مثلا إذا احتاجوا لرأي متخصص في مجال ثاني في أي وقت أثناء العملية، مو لازم أنهم ينتظرون الطبيب هذا يطلع من بيته أو المكتب اللي هو فيه لين ما يوصل العملية، وطبعا ممكن تستوي مضاعفات بسبب هالتأخير للمريض. يعني فإلين ما يوصل الطبيب وكذا احنا نقدر نختصر ونوفر للبلاتفورم هذا في مكتبه أو في بيته عن طريق التليفون أو تابلت، فيقدر هو أنه يشارك في العملية هذه ويبدي رأيه مو بس بالكلام، وأيضا عن طريق يعني أدوات موجودة في البلاتفورم هذا، سواء كان يقدر يسوي تخطيط، يقدر يسوي مثلا يحط ال يعني يعطي المؤشرات الصحيحة، المؤشرات الصحيحة وحتى لو ما كان موجود في مكان العملية. أنا أبغى أسأل، وهذا شيء يوفر الوقت طبعا. أي أكيد. هني في الشغلة اللي تم من النساء حاليا، أنتم عندكم بعض الأمور اللي توجهتوا فيها لدى النساء والحوامل من تقنيات، في أشياء في هذا الصدد، شو اللي سويتوا في هذا الموضوع؟ نعم، عندنا شركة هذه تعتبر أول شركة في أيرلندا للطب الدقيق. جميل. هذه الشركة توفر فحص للجينات للمرأة الحامل. الفحص هذا طبعا يكون فحص دم للجنين. نعم. ويكون الفحص هذا فحص للجينات وفحص للأيض إذا في خلل في الأيض أو كذا. فيقدر يطلع شو الأمراض المتوقعة بالنسبة للبيبي قبل ما ينولد. جميل. هذا الشيء يساعد على سرعة التدخل بالنسبة حق الأم الحامل يعني قبل ما تربي. ممتاز. أنت يوم بتدخل من وقت بتساعد الجنين هذا سواء تنقذ حياته أو ممكن تسرع في علاج أو الوقاية من مرض معين هو كان ممكن يصاب به. جميل دكتورة، نحن يعني لازم نزوركم في مسرعات دبي المستقبل، نطلع على هذه التقنيات الجديدة. أكيد. نتعرف عليها إن شاء الله بشكل أكبر. طبعا مسرعات دبي المستقبل موجودة في أبراج الإمارات. من الساعة كم لساعة كم مداومين دكتورة إذا الجمهور حاب يطلع على مثل هذه التقنيات الجديدة؟ هو عادة الشركات تكون موجودة تقريبا لين الساعة 9 والساعة 5، فممكن أي وقت الواحد يمر لأنه تكون على العرض يعني موجودة. جميل، جميل جدا. وهذه بعد كذلك دعوة نوجهها للجمهور، لأن المنطقة هناك تتعرف على جديد عالم التقنيات والخدمات سواء الصحية وغيرها من الخدمات. نحن دكتورة شذى العجلة، نحن شاكرين لك يعني هذا اللقاء، وندري نحن دخلنا في نص زحمة الشغل عليك، ولكن جزاك الله خير ما قصرتي. عضو فريق مسرعات المستقبل في هيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك دكتورة. شكرا دكتورة شذى. العفو، حياكم الله. شكرا. طيب تبغينا نطلع فاصل ونرجع؟ انزين، بعد الفاصل ان شاء الله بنخبركم عن دراستنا، وايضا بخبركم عن بعض الانجازات المتواليه كذلك ل يعني قطاع الرعايه الصحيه الاوليه، في عندهم انجازات متتاليه في هذا الموضوع بنخبركم عنها بعد الفاصل ان شاء الله. بتكون معانا الدكتوره هند الجتبي رئيس مكتب التمريض بقطاع الرعايه الصحيه الاوليه في هيئه الصحه بدبي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. أرقام التواصل معنا دكتورة 600551414، رسائل نصية على 4006. على طار الرسائل النصية، عندنا هني عوشة مطرشة مسج، ميرا ياليت تحولينا على الجماعة، أبغيهم كذلك يشوفون موضوع عوشة. عوشة تقول صباح الخير أخوي محمود، لو تكرمت أبا رقم مركز الصفا لأن وايد حاولت أحصله وما حصلت، أبا أشوف الدكتور أنور الحمادي ضروري، والله حالتي أنا يأست منها وتعبت، أنا من دبي وعندي بطاقة صحية من هيئة الصحة دبي. عوشة إذا تسمعين نصيحتي روحي دايركت لي على المركز
وخذي موعد عند الجماعة. للأمانة يعني كل الدكاترة هناك زينين، الدكتور أنور هو مدير المركز نعم، ولكن الدكاترة كلهم ممتازين هناك. واطلبي اطلبي أنت يعني تبغي تشوفين الدكتور أنور. عموما حولي حولي العوشة ورقمها على الجماعة بيتصلون فيها وبيرتبوا لها كل شيء إن شاء الله. شو تبغين دكتورة قولي؟ أبا أقدم الضيفة. قدمي. أطلقت هيئة الصحة بدبي مؤخرا خدمة الزيارات الذكية لمنازل المرضى بهدف تقديم نموذج مبتكر للرعاية الصحية يتماشى مع النقلة التوعوية التي تشهدها هيئة الصحة في كافة القطاعات. يعد هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استخدام أجهزة إنترنت الأشياء لتلبية احتياجات المرضى وخاصة كبار المواطنين وأصحاب الهمم. تمثل خدمة الزيارات الذكية لمنازل المرضى حلقة من سلسلة الرعاية الصحية المتكاملة لتوفرها هيئة الصحة، فضلا عن كونها إضافة مهمة لرصيد الخدمات التي تقدمها المنشآت الطبية التابعة لصحة دبي. تستهدف أفراد المجتمع ومن والعناية بهم تكفل صحتهم وساعدتهم، طبعا بهدف تعزيز الرعاية المنزلية وتحسين جودة حياتهم مع ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية في الوقت المناسب. نستضيف الأخت هند الشتبي رئيس مكتب التمريض في قطاع الرعاية الصحية الأولية. حياك الله أختي هند. الله يحييك. صبحت الله بالخير هند. أنا أبغي شوي تقربين من المايك عشان أقدر أسمعك بوضوح. هذا من واحد. اثنين، الخدمات المنزلية الذكية الجديدة، يعني اسم جميل، خدمة رائعة مقدمة وموجهة لفئة نحن نقدرهم ونعزهم ونحبهم، وهم تاج على روسنا، هم كبار المواطنين وأيضا لأصحاب الهمم. شو هي هذه الخدمة؟ خبرينا. الخدمة المنزلية الذكية هي عبارة عن أجهزة كلها تكون بلوتوث، فمجرد أن الممرضة تروح لزيارة كبير السن كبار المواطنين وتقيس له الضغط أو السكر أو الأكسجين، دايركت تتحول للريكوردز كلها على السيستم، سيستمنا سلامة. جميل. فالدكتور إذا هو في العيادة يقدر يطلع على نتائج المريض والنيرس في البيت يعني. نعم. فهاي يعني من أن نقلل من الوقت والأخطاء الطبية أن إذا هي بتدخل بإيدها وشي. طيب أنا برجع معاك شوية قبل هذه الخدمة، زين قبل ندخل هذه التقنية، شو كان الوضع عندنا؟ شو كنتوا تسوون قبل؟ قبل كانت النيرس عادي تقيس الضغط المانيوال، كان في معاكم طبيب أظني يتوجه في عبر سيارة كاملة، تتوجهون فريق كامل. هاي كبداية إذا يعني المريض طلب زيارة منزلية يظهر طاقم طبي يتكون من دكتور وممرضة، نعم، إلى بيت المريض وعاينون حالة المريض ويسووا له تقييم كامل full assessment، وعلى حالة المريض بعد التقييم يتحدد تقييم. شو يشمل؟ شو اللي تقيمونه في حالة المريض تقريبا؟ كل شيء، فحص كامل من راسه لأسبوع ريوله، الضغط، سكر، تخطيط قلب، تحاليل شاملة للمريض، فحص كامل يعني. ممتاز. وهو في البيت؟ وهو في البيت. ما شاء الله عليكم، يعني هذا 5-star services. هي الحمد لله. انزين الحين صار في تطوير لهذه الخدمة، دخلتوا بعض التقنيات الجديدة، خبرينا عن هذه التقنيات. قلتي عن البلوتوث. هي تقنيات كلها مشبوكة ببلوتوث ومشبوكة بنظام سلامة اللي موجود في هيئة الصحة بدبي. فمجرد أن الممرضة تعاين المريض وتقيس له، كل الأشياء النتائج كلها تدخل على طول في نظام سلامة. فإذا احتاجت مثلا إذا الضغط مرتفع أو السكر مرتفع واحتاجت استشارة طبيب، نعم، تقدر تتصلها وهي من البيت. ممتاز. فالدكتور يفتح السيستم ويقدر يشوف حتى المريض وهو بالعيادة. يشوف المريض ويعاينه. فيديو يعني. فيديو. تلي هيلث. يا سلام. يا سلام. هذه والله خدمات يعني خطيرة. جميلة جدا. ها دكتورة. طيب جميل جدا. طيب هني كيف الواحد ممكن يستفيد من هذه الخدمة؟ يطلبها ولا شو اللي يسوي بالضبط؟ احنا يعني حاليا في صدد ان نخليها اوتوميتد، ننزل على المشتغلين على ابس، تكون في ابس وتقدر تطلب من الابس، بس حاليا بعدنا يعني، فاي حد من اهل المريض يتوجه للمركز التابع له، ند الحمر او الطوار او المزهر،
ويقدم طلب زيارة مريض. ممتاز. ويكتب يعني ليش طالب بالزيارة، هل هو كبير سن ولا من أصحاب الهمم. احنا نقدم الخدمة لثلاث فئات، كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأرامل اللي وقت العدة. حتى الأرامل وقت العدة بعد قدموا لهم هذه الخدمة بعد. جميل. في خطة أنكم تشملون كل الناس حق الخدمة؟ الحين احنا حق المواطنين بس ان شاء الله شغالين على انها تكون حتى غير المواطنين، للمقيمين في إمارة دبي. طيب الخدمات الثانية اللي تقدمونها كذلك، يعني حتى اذا هو يعني انت ياتي فحصتي وكذا، لكن هو محتاج ادوية، محتاج متابعات، محتاج وايد اشياء، شو اللي تسوونه هنا؟ بعد التقييم للمريض الدكتور يجلس ويحط لك كير بلان، ان هل المريض بيتم تحت رعاية المركز الصحي، خطة علاجية يعني، خطة علاجية وبيتم تحت فريق الطبي اللي في المركز الطبي اللي تابع له، او يتحول لعندنا قسم ثاني اللي هم جرياتريك تيم الدكتورة أمل جزيري، اللي هم كبار المواطنين. في فريق ثاني تابع لهم. ممتاز. عندهم دكتور علاج طبيعي، واحنا بعد اذا شفنا المريض انه يحتاج مثلا ان البيت او غرفته مش مهيئه ان حق كبار المواطنين. اوكي، هذه مساله مهمه. انتم تقيمون حتى المكان الحمام نفسه، الغرفه اللي فيها المريض، وفيه فريق معتقد من الخدمه الاجتماعيه وياكم، صح؟ شو منو شركائكم في هذه الخدمات؟ في الخدمات الاجتماعيه، وعندنا دايتيشن اللي هم مع التغذيه اذا يحتاج اكل، والعلاج الطبيعي. طيب انا هذه مساله وايد مهمه دكتوره، ان يعني حتى لازم نحن نعرف كيف ممكن نهيئ البيت بشكل جيد لكبير، انا بقول كبير السن يعني، لان بحكم ان نحن نتحدث عن المواطنين والمقيمين وكل الجنسيات بشكل عام. فالبيت يجب ان يكون متوافق مع احتياجات هذا المسن، لازم طلعته ودخلته للبيت تكون سهلة. انت بعد اعطيني معلومات عن هذا، انا يمكن شو اسمه ما عندي. احنا نقيم يعني من دخلة المريض لغرفته لين طلعته، واستخدام الحمام اذا في الغرفة او يعني يكون في الصالة. فاحنا نشوف اهل المريض اذا حالتهم الاجتماعية وتسمح انهم يغيرون الاشياء، خلاص نعطيهم ريكويرمنت يعني شو يحتاجون. ممتاز. مثلا هني يحتاج سلايد حق الويل تشير، كرسي متحرك، الحمام يحتاج سايد ريلز اللي يتمسك فيه، ومثلا السرير لازم يكون طبي مش سرير عادي. صح. شو يعني السرير طبي؟ كيف يكون؟ شو الفرق بينه وبين العادي؟ السرير العادي عادي اللي هو العادي اللي موجود بالبيت، بس السرير الطبي اللي هو تقدر شوي ترفعه بالماشينز. ممتاز. اللي نفس اللي في المستشفى تقريبا. والماترس تكون اير ماترس عشان ما يستوي له قرحة فراش وشي. صح. طيب كل هذه الاحتياجات الواحد لازم يوفرها حق كبير السن، شو تبغين تضيفين؟ أهم شيء لأن كبار السن يحتاجون وايد أجهزة، فدائما الكهرباء تكون بجانب السرير، وهذا شيء وايد خطر. لازم دائما يكون في سيفتي يعني، أو أهمية سلامة المريض نفسه من الأشياء المحيطة به. جميل. أيضا الشغلة الأهم أنا أشوفها وجهة نظري هي وجودكم أنتوا مع كبير السن. طبعاً. يعني وجودكم حواليه وتحسسون أن هو ما يزال يمارس حياته بطبيعة، لأن هذه حتى ممكن أحياناً تسبب له بعض المشاكل النفسية. يعني ممكن يصير عنده اكتئاب. أنتوا تعالجون هذه الشغلات حتى الأمور النفسية تأخذون بعين الاعتبار؟ أكيد. كيف تعرفون في اكتئاب ولا عنده مشكلة نفسية ولا كذا؟ هذا الدكتور يحددها. يسوون أسسمنت. يروح فريق من الصحة النفسية في العيادات ويسوون تقييم حق المريض. طيب نرجع للخدمات المنزلية الذكية الجديدة. الحين أبغيك تشرحي لي شو تسوون بالأمور الذكية هذه؟ شو اللي صار معاكم؟ قلتي لي في فيديو كول، شرحي لي شي بشكل مختصر. تخيل انك انت داشة بيت واحد من كبار السن بالسيارة الجديدة هذه الذكية، فشو اللي يستوي من البداية؟ تقيم النيرس هي عبارة عن حقيبة يعني فيها كل الأجهزة الأوتوميتد، وفيها الراوتر ولابتوب ايباد. الايباد هو اللي بيكون مشبوك مع الدكتور في العياده بنظام سلامه. جميل. فهي تقيس للضغط، السكر، كل شيء، حتى الاوتوسكوب. الاوتوسكوب
هي تتصل للدكتور ويفتح الفيديو، فلان النرس يعني ما تعرف تحدد الاوتوسكوب وين يكون، ففي حد متدرب وحد لا. اللي مو متدرب مثلا الدكتور يقول حطي يمين حطي يسار، الحين شيكي لي ورا، ونبضات القلب اللي تسمعها انت بالاوتوسكوب دكتور يسمعها بالفيديو كول. يا سلام، جميل جدا، ايه ابداع صراحه. والاي سي جي التخطيط بعد يقدر يشوفه اذا اوكي ولا لا. ممتاز. اذا نحن وفرنا هني جهد ووفرنا وقت ووفرنا كذلك كوادر بشريه او موارد البشريه، يعني حتى الدكتور ممكن يكون موجود في عيادته، ممكن انه يفحص وممكن يسوي هذه مثل فكرة الروبودوك كذلك، ولكن تم تعزيزها. هذه كلها ترى على فكرة كانت من ضمن الأمور أو التقنيات المطروحة ضمن مسرعات المستقبل. أنا قلت لكم من البداية أن الكثير من الأشياء اللي نحن شفناها في مسرعات المستقبل دكتورة تم تنفيذها عندنا، اللهم لك الحمد. أي ما شاء الله. والحكومة والقيادة يعني ما يألون جهد أو دعم في تقديم هذه الخدمات بشكل مميز للمواطنين. نحن نتمنى يعني لكم دكتورة كل التوفيق، ونتمنى لكم إن شاء الله يعني المزيد من التقدم والازدهار. أختنا هند الجتبي رئيس مكتب التمريض بقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة في دبي، شاكرين لك تواجد. شكرا جزيلا. العفو. شكرا يا هند. أنا قريت الدراسة مالت اليوم ولا؟ الدراسة. طيب بقراها لأن يعني قبل أن نختم إذا تسمح لي، دراسة جميلة. تقول إذا كنت تحاول إنقاص وزنك فقد يساعدك الحصول على غفوة في فترة ما بعد الظهر على نقصان الوزن. أنا كان عندي الانطباع اللي يقول لا، اللي يرقد الظهر يزيد وزنه. هني يقول الدراسة كشفت أن الناس يحرقون سعرات حرارية أكثر أثناء الراحة في فترة ما بعد الظهر أكثر مما يحرقونها في الصباح. ووجد الباحثون من كلية الطب بجامعة هارفارد أن 10% من السعرات الحرارية تحترق في وقت متأخر من فترة ما بعد الظهر والمساء مقارنة مع الصباح الباكر. كريسي مارجا تقول، وهي اللي قادت الدراسة، أن النتائج التي توصلت إليها كانت مفاجئة لها ولفريقها. وتتبع الباحثون 7 أشخاص في مختبر خاص دون أن يكون لديهم أي أدلة حول الوقت، لا عن طريق النوافذ أو الساعات أو الهواتف أو الإنترنت، وتم تعيين وقت الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ لكل مشارك على حدة، ومن ثم تم تعديل تلك الأوقات في وقت لاحق من الدراسة لمدة 3 أسابيع. أدى ذلك لخروج الساعة الداخلية للجسم عن نظامها الاعتيادي، حيث يتمكن الباحثون من قياس معدل الأيض في جميع الأوقات البيولوجية المختلفة في اليوم، وفقا للمؤلفة المشاركة في الدراسة جين دوفي. أظهرت النتائج النهائية أن استهلاك الطاقة أثناء الراحة كان أدنى في الصباح الباكر، كانت مستوياتها أعلى في وقت متأخر من فترة ما بعد الظهر. ويقول الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها تعزز أيضا الدور الهام للساعة البيولوجية في عملية التمثيل الغذائي. دوفي توضح أن الحصول على استراحة بعد تناول الطعام يعني له أثر على مقدار الطاقة اللي يتم حرقها أو تخزينها على شكل دهون. أشارت إلى أن انتظام العادات اليومية مثل الأكل والنوم مهم جدا للصحة العامة، وسيدرس الباحثون الآن كيفية اختلاف الشهية واستجابة الجسم للغذاء مع الساعة البيولوجية. كانت عندنا مداخلة للأسف ما قدرنا ناخذها بسبب ضيق الوقت، بس بغيت أعتذر من المتصل. قبل ما نختم تفضلي دكتورة. تعليق على الدراسة، طبعا المتعارف عليه أن الجسم يحرق أكثر شيء أول الصبح، فعلشان تي دائما كنا ننصح الناس أن وجبة الإفطار مهمة علشان يوصل الجسم لأعلى درجة من الحرق. فهاي الدراسة تقريبا بتغير المعتقدات اللي نحن كنا ننفذها مع الناس. جميل. إذن أنا بعد نقول لا ترقد الظهر، إذا بتركض ما نخذ لك ما بين 10 دقائق لين 20 دقيقة أكثر شيء، أكثر عن كذا لا، يعني بتتعب في الليل، أرقد في الليل أحسن. بالضبط. ولا تأكل قبل لا ترقد ب4 ساعات 5 ساعات إذا تقدر، والقيلولة قبل الساعة 3 لازم تكون ظهر. شكرا لك دكتورة ميسون الشعالي كانت معنا في تقديم هذه الحلقة. كل الشكر لميرا الخفلي، شكرا جزيلا. إعداد هذه الحلقة كان معنا
يوسف سعد. هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، شكرا لك أيمن سرحيل. شكرا محمود، إلى الملتقى في الغد إن شاء الله. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.